يا ابو حاتم يا عم يا ابو حاتم شوفي في ضيوف على باب الحاره وعم يقولوا انه من وجهات مشايخ الشام وبدهم يشوفوك انت والشيخ عبد العليم. خبر الشيخ اسميني على مضافه. يا امرك شو عم افتحوا لهم الباب خليكم على الصاحي. يا مين اهلين وسهلين. اهلين ضيوفنا الكرام. يا شيخ اهلين بشيخ حزام. اهلا بك يا شيخ عبد العليم. بحب اعرفكم على الاستاذ نعيم عضو بالبرلمان، والاستاذ فايز موفد من وجهاء الشام، والاستاذ ايمن نائب وزير الاوقاف طبعا، والسيد ابو جودت رئيس الكراكون. وانتم بتعرفوه. اهلا وسهلا فيك يا شيخ عزام، انت واللي شرفونا معك، نورتوا الحارة. اهلين ابو جودة. اهلين ابو حاتم. شو وين العبيد؟ ما لا بعتنا احنا فايتين على الحارة ولا ما بده يستقبلنا يعني؟ شو ابو جودة؟ احنا ما بنقدر نقوم بالواجب لما ما لنا قد المقام. عفوا منك ابو حاتم، ما هيك القصد من كلامي، قصدي اشتقنا له للعبيد، بدنا نشوفه. شوفك العافية. ايه يا جماعة، نحن جمعنا حالنا وقلنا نجي لعندكم على الحارة لنطمن على أحوالكم ونخبركم تضامننا الكامل معكم قلبا وقالبا. نحن حاولنا نتدخل بحل الأمور، ولكن على ما يبدو الأمور صعبة كتير. جناب المفوض السامي ما قبل نحكي معه بالموضوع غير بحل واحد. حل واحد؟ شو هو؟ بتسلموا حالكم والسلاح اللي عندكم، وقبل منا بتسلموا الأسرة. والمفوض حدد مهلة لفجر يوم الجمعة. الحكي معنا خبر، سبقوا وبعتولنا رسالة بهالشي وخبرناهم انه نحن موافقين، بس هن مثل عادتهم غدارين وبواقين وما على كلامهم زمام. حاولوا يفوتوا على الحارة أكثر من مرة، بس شبابنا ورجالنا وقفوهم عند حدهم. وإذا رجال الحارة ما سلموا أنفسهم وما نفذوا كل هالشروط المخزية، شو ممكن يعملوا يعني؟ راح يقصفوا الحارة فوق رؤوس أصحابها. القرارات صدرت لسلاح الطيران والمدفعية، يضربوها عن بكرة الأبد.